بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نداء إلى الملك محمد السادس نصره الله باسم الصحراء المغربية. أناديك ملك العزيز، مات أبو ابني الوحيد على أرض الوطن في الصحراء المغربية دفاعا عن الوطن، وترك ابنه له شهرين ولم يلتقيا. هذا الرضيع أصبح عمره الآن 26 سنة. تعذبت كثيرا مع ابني بشهادة عائلتي لكي أعطي ابنا صالحا في المجتمع، والحمد لله نجحت بفضل الله والدعاء له. ملك العزيز، طلبي أريد حق ابني من الدية، لا أريد تعبي على ابني يروح هباء. أطلب منك ملك العزيز الجزاء الكبير لابني بأن نلتقي بك لكي ترفع من معنويات ابني ويرتاح في حياته. عائلتي كلها من العسكر، منهم خالي، ابن خالي، عمي، ابن عمي، ولد خالتي، زوجة أختي، أخ زوجة أختي، حما أختي، إلى آخره. عائلة عسكرية. نقول نعم للملك، نعم للصحراء المغربية. أناديك ملك العزيز، ابني مات أبوه على أرض الوطن، أنت أبوه وأبو جميع المغاربة. ملك العزيز، أقسم بالله ثم أقسم بالله، لي ابن واحد، فلو طلبته الصحراء المغربية أقدمه لك. ملك العزيز، احتراما لك وللصحراء المغربية وللشعب المغربي، أطال الله لنا لك في عمرك. معظم الشهداء الذين استشهدوا في الصحراء المغربية أم قال سنة 1990. هذه شهادة الوفاة ديال الأب ديال ولدي، مطبوعة في الرباط، هذا هو الختم ديالها. هذه الشهادة بالقرطاس اللي مات به الأب ديال الابن ديالي، سبعة القرطاسات بالختم من الرباط. أخذوا حقهم لأنني أسأل وطرقت الأبواب على حق ابني، ولم يبق لي إلا بابك من بعد الله العلي القدير لأخذ حق ابني الذي حرم من كلمة أبي. وأنا اليوم أناشدك صاحب الجلالة، أنت من ستنصف الحق، ثقتي بك كبيرة وفي الله العلي القدير. إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون. وأنا أملي ورجائي من الله في هذه الدنيا بأن يرجع حق ابني، وأنت الوحيد الذي تعرف بقيمة من ضحى بحياته على الصحراء المغربية، وستبقى مغربية بإذن الله. ملك العزيز، طلبي بأن نلتقي بك. ملك العزيز، عنواني الكامل عند هذه الصحافة، هناك جنود في الصحراء المغربية، وكذلك هناك جنود في الخفاء يوصلون صوت المظلوم إلى الحنون الطيب على شعبه. ملكنا العزيز محمد السادس نصره الله وأطال الله له في عمره. أشكر الجريدة والصحافيين الذين وقفوا معي من أجل إنصاف حق ابني، لم أنسى لهم هذا المعروف طول حياتي، والله سوف يجزيكم عليه. والسلام عليكم.